للفريق المصري. هذه كرة طويلة، استلام كرة مرات تكاوسها وفاق ستيف، محاولة خطيرة للقائم، مصر القائم للمرة الثانية، وفاق ستيف متعاقد بشكل رسمي. ينقل في الشمال عند علي معلول اللي يلعب في وسط الملعب لبينية جميلة، حسين الشحات راح، حسين الشحات راح، حسين الشحات راوغ حسين، عدى حسين، حسين مر، حسين يا ولد يا ولد يا ولد، لكنها جديد إلى راسي أهلاوية على الجهة اليمنى للشحات، شحات يعدي، يا سلام حسين الشحات في لقطة رايح صح على طول، دفاع قوي جدا وشبكة دفاعية غير عادية، مهارة فردية، هاتوا خط حلوة، حسين الشحات والتصويبة مش ممكن يا راجل، مش ممكن، مش معقول، أقول لك إيه، لعبها طويلة الأمام، ترجع الكورة مرة أخرى النادي الأهلي وبينية روعة روعة روعة، انفراد انفراد حسين الشحات وكانت من لاعب ميديير، ادي مرور حلو قوي يلحق كورته، لسه الكره في الملعب، لما حلو قوي بالشمال، يا طماع يا طماع. عبد القادر، عبد القادر رجع عند علي معلول، معلول يلعبها قصيره عند السوليه اللي يلعب كره عاليه حلوه حلوه حلوه، الشحات وعرضيه ولكن البلعوطي طلعها. إليو ديانج تقدم، كسب مساحة وعمل تمريرة بينية جميلة في الجبهة اليمنى، وادي الشحات والكرة العرضية، ولكن يا ولد يا ولد يا ولد، 10/10 من مصطفى الزناري. عمر كمال رقم 7 اللي سجل في الدوري حتى الآن 12 هدف، قطع انطلاقة، صلاح محسن مع الكرة، صلاح منطقة خطورة، لمسة على اليمين، الشحات والتصويب والصدة، يا الله في خطورة. مسابقة من هنا يبقى في ضغط، ادي كرة طويلة مرة تانية، يطلع على طول محمود شبانة، توصل للشحات، أول كرة نقدر نقول شبه ويعني يمشي معلول، حتى الكرة جاية يمشي النيجيري حلوة، والخطا والدفاع والارتباك والجول والحارس يتعلق، أبو جبل أبو جبل ما يهز الجبل أمام الشحات حسين. جميلة جدا في مساحة وفي تحرك وتقدم لأحمد فتحي، عالية وتاني رأسية، رأسية الأهلي يجد الطريق إلى منطقة جزاء وإلى مرمى الزمالك. فوز عليه 8 لشيء كويس أوي، لمسة الشحات، الشحات والهدف مش ممكن، يا الله يا الله، حسين الشحات واللمسة ولكن تعدي ضوء فوق العرض. خارج ملعبهم، لقاء العودة يكون في ملعبهم إن شاء الله 8 و9 مايو، والمباراة النهائية إن شاء الله زي ما قلنا 29 بإذن الله مايو إن شاء الله في الدوالة في الكاميرون بالتحديد. حسين الشحات عدى حلو أوي، ممكن يسجل، حسين الشحات يراوغ ويسدد حسين لكن ترتد على طول. لمسة وهجمة للطاهر على الأرض لمحمد قفش على اليمين، حلو بطريقة خطورة، الشحات واللمسة والعرضية جميلة والرأسية ولكن ضعيفة جدا جدا، ضربة الرأس غير جيدة من صلاح محسن ولكن عرضية ايه. أكرم والهجمة، الكرة الطولية أمامية على طول، انطلاق الأمام، هرب راح، عرضية لبرة خطيرة، الشحات الشحات واللمسة على الشمال، أجايو التصويب فين يا أجايو لطاهر محمد طاهر، والعرضية قوية والهدف مش ممكن، الله 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 على العرضية والله على اللمسة الجميلة والصدى حلوة من حارس مرمى عصام، لمسة خطيرة، رأسية روعة، تصويبة يا الله يا الله. محمد شريف وكمان محمود كهربا، لمسة على يمين الشحات والبصة حلوة جميلة والتصويبة والدفاع روعة. باسم مرسي بعد ما كان واقع على أرضية الملعب واستلامه من اقصى الطرف الايمن الى حسين الشحات، عدى كويس يا ولد، عدى كويس يا ولد، هيلف ويلعب العرضيه ولا ايه، لكن وقف عليها ولعب الكوره مش لحد خالص، هي عند مصطفى الجمال، قطع حلو حسين، صر وخدع حسين، عايز يلعب العرضيه ولكن عبد الرحمن لعلي معلول، علي معلول الهجمه ثانيه، الشحات الشحات والبصه حلوه جميله، علي معلول والعرضيه ولكن واقف صح، قطع صح، المتميز الغانم يكون بونسو علي معلول. ادي امامنا دور قفشه في المسانده الهجوميه، قفشه يا ولد يا لعيب جرى المره دي بانطلاقه، حسين الشحات ارفع ارفع عينك، ارفع عينك وبص ابحث عن القادم، وادي كره قفشه، بينتي قفشه بينتي، اوه يا راجل مفيش هنا. الان فريق السيراميكا ما عملش ولا تغيير في المباراه، هجمه خطيره، البصه حلوه جميله، علي معلول بعرضيه باب لمسه ولكن فين 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 فين، في السماء في السماء، علي معلول يلعب عرضيه ساحر، لكن هناك كره ركله جزاء مطرح شك كبير لقفشه مع كيكانا في الدقيقه 40، هذه العرضيه محمد هاني، تصل حسين الشحات، هجمه مره ثانيه والباصه بينيه حلوه على طول للشادي ولكن يمسكها على مرة.
هنا الهجمة المرتدة الخماسي الأهلاوي حسين الشحات تكملها من ناحية اليمين، هل ينهي بشكل إيجابي الشوط الأول؟ حسين الشحات يقف واحد، بقوا اثنين، بقوا ثلاثة، بقت مهارة، بقت عالية جدا من حسين الشحات. يا ولد يا ولد يا ولد، لعيد للطريق طبعا موجودة الوادي دجلة عند محمد عبد العاطي، عند إبراهيم أندية، عند هلال. بص حسين الشحات، بص من وسط اثنين الطريق، قلت لكم بأن السر يكمن عند حسين الشحات. بعد هذه الكرة من بديع أوك، والانطلاقة السريعة من هنالك عليو ديانغ، سريع عليو ديانغ، كرة خطيرة، راح محسن، راح مروان، محسن راح مروان، المراوغة رائعة، المراوغة رائعة، والتسديدة بابا رائعة، وجول عالمي هذا الجول يا حسين يا شحات، يا سلام. دخل مرة تانية عزارو، ترجع يا عيني 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 على الحلويات، ويا عيني على القطايف واللطايف والحكايات والقطايف، ومفيش اجمل. 10 هدف، يمتلك 24 نقطه في المركز الثامن. طويله واماميه، انفراد، حسين حسين حسين، يا ولد يا ولد، هو ده حسين الشحات. هو فنية وتكتيكية ومعنوية كلها تسمح لنا للآلي بأن يستمتع ويمتعنا. كرة ممتازة من أفشة مرتدة، با 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 با، هذه تمريرة تدرس. دفاع ممتاز من حمدي فتحي على اليمين، الشحات عاوز يعد، عدى فات، راح وهرب، منطقة خطورة، الشحات بعرضية يلعب الكرة حلوة لحسين، حسين حسين عدى حسين حمدي، برافو يا متولي. ودي واحدة طويلة في اليمين، خطير 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 خطير، عرضية ووفا، والهدف الثالث. متولي ترجع ورا لربيعة، ربيعة والهجمة، كرة طولية حلوة وباصة، الشحات والاستلام، لمسة وهدف، جول. الهدف الأول غير عادي، الهدف الأول مزيكا، الاستلام ياسر، يكسب أرض على طول، السلية يستغل المساحة اللي قدامه، يعدي السلية، يلعبها لمحمد شريف في المساحة، محمد شريف يرجعها للسلية، حلوة ترقيصة حلوة من السلية لشادي، يهيئها حلوة. لا 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 لا، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، أقول يا ولد لمين ولا لمين؟ أقول مروان عطية والدفع بالديب، ودي كرة مرة تانية جميلة، سروباس حسين حسين، عدى وفات، وتاني الأهداف حسين الشحات، حسين الشحات بتاع الحلويات، وشبيك لبيك حسين. محمد محسن ليلة تترد مرة تانية، ترجع على الشمال مرة تانية، كرة طولية خطيرة خطيرة، التصويب والهدف مش ممكن، يه 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 حسين الشحات، والسند مرة تانية ميكيسوني، وتصويب والهدف، الأفشة سند لحمدي، تصل على اليمين حسين الشحات، لسه مع كره حسين، والرؤية والعرضية جميلة خطيرة، والراس يا حلوة، جول جول. أحمد شوبير وثابت البطل وطاهر أبو زيد وغيره، عندما تذكرهم أيضا لا يمكن نقول لا، جول يا سلام في منتهى الروعة، حسين الشحات من الأندية اللي تم تغيير أسمائها. مرة تانية محمود وحيد بيحط كرة حلوة لصلاح، يا ولد يا صلاح، يا ولد يا ولد يا ولد، ادي السبع، يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني، يا سلام يا سلام يا سلام على حسين الشحات، وهي دي بجد. طويلة الكرة عند حسين الشحات وحمدي النجاز، حسين الشحات يرقص، حلوة من حسين، حلوة من حسين، والتسديدة لكن عواد، حلوة حلوة حلوة، تترد حسين الشحات، حسين الشحات يسجل الهدف الثاني، تجيله الكرة ويخلصها في المرمى ببطن رجله، لمسة الشحات ترن، لمسة يلعب حسين الشحات بيمينه، حسين عرضية عالية، وهوبا هوبا، والهدف، الله 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 الله، ليلتك سعيدة يا ابني. لأفشة مرة تانية للمالي، اليو ديانج يتحرك له أيمن أشرف، لكن توصل عند أحمد عبد القادر، يستلم حسين الشحات، يلعبها أمامية، أيمن أشرف يعملها، أيمن أشرف يغيب الناجح مع النادي الأهلي حتى وقت الحساب. النادي الأهلي في الدوري بيحتل حاليا مركز أول برصيد 31 نقطة. الشحات بالمهارة، اللمة حلوة، حسين الشحات والسندة، اهربوا، والهدف والهدف، واثنين بجوار القائم، وتسديدة وحيدة للأهلي، هذه طويلة تاني جوه المنطقة،
المنطقة كهربا الفولت عاد دوفا لكورته حسين، حسين أمامية باصة لعمر السرية، السرية حسين الشحات والعرضية الساحرة والراسية جول جوه جول.